الانتخابات ونوجدوا ونشجعوا على المهام الطبيه المفتي. فعلا هذه الهضره هذه يعني كانت صادقه، يعني كانت كل اللي كيسمع الاسم ديال المفتي سواء الاستاذ او التلاميذ كاين اللي كنعطيوها واحد القيمه اكثر من اللي كتستحق او مفهوم خاطئ لهذه المهام ديال المفتش ديال التعليم. هو اولا وقبل كل شيء هو مشرف التربوي. اما بالنسبه للمهام ديال المفتش فهي مجموعه ديال المهام، ماشي فقط ديك المهمه ان المفتش كيدخل عند الاستاذ باش يعطيه النقطه ديالو، ولكن هي كما حدث الوثيقه الاطار مجموعه المذكرات التنظيميه اللي كنا نلخصها في خمسه ديال المهام. المهمه الاولى اللي هي المهمه ديال التقطير والمراقبه والتقويم ديال العمل ديال الاطر التربويه. بالنسبه للمهمه الثانيه اللي هي بناء المناهج والبرامج الدراسيه، المفتش ايضا كيساهم في هذه العمليه. المهمه الثالثه وهي ضروريه هي المهمه ديال التكوين، بحكم على ان كاين مجموعه الاسئله اللي كيتلقاو التكوين مثلا في المراكز التربويه والجهويه، والمهمه ديال المفتش كيكون احيانا كيساهم في هذا التكوين الاساس وكيساهم حتى في التكوين المستمر اللي هو مثلا ما كيظهرش مستجدات، فالمفتش من ضروره على انه كيخصو ينقل المستجدات ويكون الاساتذه ديالو في هذا المجال هذا. كاين ايضا المهمه ديال البحث التربوي، البحث التربوي هو المفتش مطالب بالبحث التربوي، يعني قضايا التربيه والتكوين ديما في عندها الجدي فخصو يبحث فيها ويقوم بالنقل الديداكتيكي لهذا البحث ديالو للاساتذه اللي هما بدورهم كيقوموا بهذا النقل هذا بالنسبه للتلاميذ. اخر مهمه اللي هي عاد ظهرت مؤخرا اللي هي مهمه الاستحاض، الاستحاض اللي هو الاوديت، ولكن حتى هو من المنظور التربوي، فالمفتش كيقدر يخرج مع مجموعه ديال الزملاء ديالو لاستحاض مؤسسه معينه، وهذا الاستحاض يعني هو كيكون الهدف الاول والاخر ديالو هو الارتقاء بالجوده ديال التربيه والتربيه. ضروري نذكروا بان المفتش قبل ما يكون الاطر ضروري خصو يكون موزع واحد تكون شنو تكون تكون اكيد. بالنسبه للمفتشين ديال التربيه الموسيقيه فكنطلبوا منهم اولا على الاقل يكونوا درسوا 10 سنوات باش يكون انسان عنده ذات من ذات من القسم، يعني عارف شنو كيدور في القسم وعارف شنو ما يمكن ما عليه اللي يعني كيعرف كل شيء اللي كيتعلق بالقسم. ثانيا كيطلب المفتش ديال التربيه الموسيقيه على انه يتبع تكوين خاص في مركز تكوين مفتشي التعليم اللي هو سنتين، تكوين اللي هو تخصصي في التعمق في مواد التربيه الموسيقيه وايضا بالنسبه للمواد ديال التربيه. هذا ما ننساوش على ان كل استاذ ديال التربيه الموسيقيه هو قبل ما يكون استاذ التربيه الموسيقيه الا وانه حاصل على شهاده البكالوريا وحاصل على شهاده في التعليم الموسيقي. سمير اليوم كنشكرك بزاف، قربتينا اكثر وشرحتينا ولخصتينا المهام ديال المفتش وبالاخص المفتش في التربيه الموسيقيه. شكرا لك. شكرا لك. كيف ما شفتوا اليوم المهنه اللي تعرفنا عليها هي المفتش، ودائما حنا هذا الاسبوع كنتكلموا على التعليم. بقوا معنا في الحلقه الجايه غادي نتعرفوا على مهنه جديده. السلام عليكم.